بقى بهدف دون مقابل وبنتيجة التعادل السلبي انتهى لقاء الميناء. بيار للمرة الثانية في المباراة، للمرة الثانية بيار بوبكر يتقدم داخل منطقة الجزاء ويصل للكرات الرأسية من الركنيات، ولكن للمرة الثانية على التوالي. لاحظ خروج من الكابتن علي كاظم حارسي مرمى نفط الوسط، لم يكن مراقبة شيكا فوفانا وكذلك سجاد كرة اللعبة أمامية، ولكن الأقرب هو مصطفى سعدون. ربما أكثر المتشائمين في دورينا من استمرار الدوري، هو في أكثر من مناسبة يقول بأن الدوري لن يستمر إذا ما استمر حال التقشف في عديد الأندية. تعود الكرة من جديد الآن لمصلحة فريق نفط الوسط في محاولة جديدة، وهنا صافرة وخطأ. نعم جهاد عطية، جهاد عطية الحكم المساعد الأول يشير إلى وجود خطأ، وهناك مبالغة بالاعتراض من جانب بايار على الحكم المساعد الأول. على العموم هناك كرة ثابتة وكرة لمصلحة فريق نفط الوسط، والكرات الثابتة دائما ما تكون الحل، دائما ما تكون مفتاح منهم من الملاك التدريبي وكذلك الإداري. كرة لسجاد الخطير سجاد، ولكن بايار من أمامه يبعد الكرة إلى ركنية هي الأولى لفريق نفط الوسط في المباراة والثالثة بشكل عام. الآن حسين هو كما اعتدنا دائما ليس وينتظر محمد داود ورفاقه داخل منطقة الجزاء. كرة اللعب علي كاظم ينتظر هذه الرأسية قد تأتي الآن، ومحاولة محمد داود ولكنها علت العارضة وضاعت فرصة على فريق النفط في اللقطة الماضية. محمد داود حاول لعب كرة أكروباتيكية في اللقطة الماضية ولكنه لم ينجح. لاحظ تهيئة الكرة لمحمد داود من خلال بيار مرة أخرى، ولكن كرة بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة علي كاظم. محمد داود ينتظر رفقة بيار داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة بالمباشر ملعوبة سهلة وسهلة جدا جدا عند الحارس علي كاظم. أحمد سرتيب وحوار مع حيدر أحمد، أحمد سرتيب يضطر بالعودة إلى علي رحيم، علي رحيم باتجاه محمد داود ولكنها بعيدة تماما على محمد داود، وبالتالي تحولت هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. فريق النفط في مباراة الأولى تفوق على فريق الصناعات بهدفين دون مقابل، ثم تعادل مع الزوراء بهدف لمثله، خسر من أمانة بغداد بهدف وحيد. هذه عادة للقطة الخطيرة، لكن انطلاقة للنفط الآن. أحمد سرتيب هذه خطرة أحمد سرتيب جول. أخطر فرص المباراة أحمد سرتيب حاول تقشير كرة إلى محمد داود، ولكنها طالت وتحولت إلى برا الملعب. يصفق الكابتن يحيى علوان لهذه الهجمة المنظمة، سلسلة من التمريرات القصيرة الرائعة، هو لعب الكرة باتجاه محمد داود، لم تكن لا تسديدة ولا تمريرة متقنة، مرت بسلام على مرمى علي كاظم الكرة الأخيرة ويتقدم يمر ولكن خاطئة، قطعت الكرة وانطلاق الآن لسجاد يلعب كرة. لم تصل إلى شيكا فوفانا، من أمامه يتدخل عمار هو يبعد الكرة إلى ركنية هي الثالثة لنفط الوسط. ردة فعل خطيرة للغاية نتيجة خطأ من بيار، افتكت الكرة وتلول. كرة الآن لمصلحة فريق نفط الوسط، تمريرة إلى اللاعب حيدر يلعب كرة، فوفانا ينتظر ولكن ممتاز هذه العودة، وإن كانت الراية حاضرة والتسلل موجود على المهاجم السيراليوني في الكرة الماضية، ولكن لا ننسى أن هناك تدخلا. نعم هو متسلل شيكا في الكرة الماضية، وكان تدخل وليد بشكل رائع تماما. هذه الإضافة الدفاعية تأتي من لاعب خط المقدم، يحاول ولكنها مقطوعة. إذن صافرة نهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام بالتعادل السلبي بين الحديث الفني عن ما حدث في شوط المباراة الأول.
الفريق. لاحظ لاحظ لاحظ، رأسية مؤثرة من محمد حسن. محمد مع بداية شوط المباراة الأول أيضا تهيأت لفرصة ممتازة، ولكن يبحث عن الفراغات. وصلت إلى رسلان، يلعب كرة، تمريرة، تمريرة خطيرة، جول! يا سلام، غاب 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 وظهر وكاد أن يلدغ النفط في الكرة الماضية هذا المحترف السيراليوني، ولكن الكرة بتألق الحارس ضاعت، ويبدو أن عمر المنصوري قادم. لاحظ تمريرة رسلان جميلة، وانسل بين المدافعين، وصل لهذه الكرة، كرة التقدم ضاعت على نفط الوسط، ولكن مصطفى في كرة ثانية على التوالي يتجه مرمى علي كاظم. محمد داوود، كرة ضعيفة 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 تماما، لم تكن بمستوى تطلعات الملاك التدريبي، و الوسط وكرار جاسم على التنفيذ. كرة أمامية باتجاه خلدون وعمر، ورأسية، جول جول لنفط الوسط. يا سلام، في الدقيقة 83 للمتقدم عبد الله يتقدم ويسجل هدف رائع تماما. أخيرا فريق نفط الوسط يستغل. عبد الله عبد الأمير إذن يأتي بالجديد، هذا البديل الذي اشترك مكان مصطفى عبد الجليل في شوط المباراة الأول بتغيير اضطراري، يأتي بهدف التفوق. هو فعلها كثيرا عندما تقدم مع الفرق التي لعب لها مع الديوانية، فعلها أمام الزوراء في أكثر من مناسبة. لاحظ كيف تقدم وارتقى ولعب الرأسية إلى داخل الشباك، ولكن الكروس الجميل، الكرة العرضية المتقنة للغاية، مهارات مهارات وفنيات كبيرة. نبيل وكرار وكرار، وصلت إلى الآن، انفراد انفراد انفراد، ولكن القائد أحمد عبد المجيد بطريقة رائعة جدا. كذا هو الحوار كبير داخل منطقة العمليات، ورأسية من صاحب الهدف يبعد الكرة، تعود الكرة من جديد، موسى يتقدم ورايا رايا، وتسلل. الحكم المساعد يشير إلى وجود تسلل في الكرة الماضية، ومحمد داود يعترض على جهاد عطية، وجهاد عطية يرفع الراية في الكرة الماضية، وبالتالي راية وتسلل وهدف أبيض في المباراة، هدف ملغي من حالة تسلل. حكم المباراة في حوار مع حارس المرمى علي كاظم ليحاول أن يلتقط الأنفاس باكتساب بعض الثواني. هذه الكرة هي عائدة من عبد الله عبد الأمير في الكرة الماضية، سنشاهد إعادة من جديد. هذا الأمر من الأمور بالفعل مبروك لنفط الوسط، انتهت المباراة، 3 نقاط جديدة، هارد لك للنفط. إذا مشاهدينا الكرام، ينتهي اليوم الأول من الجولة 7، غدا نلتقيكم إن شاء الله. الآن نتحول إلى الزميل طه أبو رغيف للحديث عن هذه المباراة، فإلى هناك.